قال عين مركز سطح الكرة S الذي معادلته كالتالي. بكل بساطة هنا سنقوم بالشرح أمامكم. بكل بساطة نأتي إلى هذه المعادلة. كيف قلت؟ قلت بكل بساطة نجعل هكذا X ناقص، هل يوجد هنا X في هذه الثلاثية؟ هذه الثلاثية لا يمكن أن نتكلم معها أبدا، لا يوجد. إذا نقول هكذا زائد Y. هل يوجد؟ نعم، نقسمه على 2 فقط، نقسم هذا العدد الذي في Y على 2 بالمحافظة على الإشارة، نقسمه على 2 هكذا زائد زاد، نقسم هذه على 2 كم؟ ناقص 3 مربع يساوي R مربع. قاعدة هذه نكمل، يعني لاحظوا معي كيف أكمل، نقوم بالإكمال. لاحظوا جيدا، أين ينعدم هذا؟ ينعدم هذا الذي بداخل الأقواس فقط عند الصفر، وهذا عند ماذا؟ عند ناقص 1، وهذا عند ماذا؟ عند 3. هكذا المركز يخرج بطريقة بسيطة جدا. قلتنا إذا هنا لا يوجد عندكم الإكس ضعوا الصفر. نقوم بقسمة هذا على 2 فقط، العدد فقط لا تبالوا إلى الإيجراج، ونقسم هذا على 2 فقط. هذا لا نتكلم معه، هذا الزائد لا نتكلم معه دي، هذا الدي سنستخرج منه نصف القطر. لاحظوا كيف بقي لنا، بقي لنا نصف القطر. ها هو ماذا يقول نصف القطر؟ يقول ربعوا هذا زائد هذا زائد هذا، يعني بينهم زائد بالتربيع، يعني تعطي لكم صفر مربع زائد ناقص واحد مربع هو 1 زائد مربع هذا هو 9 ناقص ماذا؟ ناقص R مربع، هكذا قاعدة، يساوي ماذا؟ يساوي لكم هذه الزيادة التي هي ماذا؟ ناقص 15. لو كانت لا توجد، يعني لا يوجد 15 ضعوا الصفر. قوموا بحل هذه المعادلة، كم تعطي لكم؟ 10 ناقص R كاري يساوينا ناقص 15. سنرجع هذا العدد من هذه الجهة وهذا العدد من هذه الجهة، كم تصبح 15 نرجع منه تعطينا 25 يساوينا ماذا؟ R مربع، ومنه R كم يصبح يساوي، ما هو العدد الذي نضربه في نص يعطي 25 هو 5. إذا ها هو أمامكم بكل بساطة. نأتي إلى السؤال الثامن، قال أحسب بعد، ها هو السؤال ربما هو لا يظهر، ها هو أمامكم. قال أحسب بعد النقطة أوميغا عن المستوى ABC. كما تعلمون نفس الطريقة، بنفس الطريقة قمنا بحساب بعد النقطة، ها هو أمامكم. كذلك قلنا يساوينا فاصلة هذه في مركب آن هو 2، وترتيبة هذه ها هي الترتيبة في هذا، وماذا؟ وزاد الراقم هذا في ماذا؟ في هذا، زائد دي، الدي هو عندكم من قبل هو ناقص 1، وقمنا بالحساب فوجدنا هذه. احذروا المسافة دائما هذه تخرج عدد موجب، حتى ولو وجدتم ناقص 5 بين بالقيمة المطلقة على مثلا على جذر 14، احذروا هذه تعطيكم 5. لاحظ وجدنا كم؟ وجدنا 5 في جذر 14 على 14 بعد تنطيق المقام. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، لاحظوا كم وجدنا. قال السؤال الذي بعده، قال أعطي، انتبه، أعطي تمثيل وسيطي لمستقيم دالتا الذي يشمل النقطة أوميغا ويعامد المستوي ABC. تمثيل وسيطي، ننتبه فقط إلى هذا السؤال، عفوا، بماذا يعين مستوي مستقيم تمثيل وسيطي؟ بماذا يعين؟ يعين مستقيم بنقطة، النقطة هي ها هي أمامكم، وشعاع توجيه، ولكن لا يوجد شعاع التوجيه. شعاع التوجيه يعطي له يعطيه إياه هو المستوي لأن يعامده. لاحظوا لو نقوم برسم هذا الشكل فقط، ها هو المستوي A B C، له شعاع هكذا، له شعاع ناظم اسمه، له شعاع ناظم يعني يشكل معه زاوية قائمة اسمه N. هو قال
تمثيل وسيط المستقيم دالتا، ها هو مثلا دالتا الذي يعامد بي، ها هو دالتا يعامد بي ويشمل نقطة من الفضاء هي أوميجا. لاحظوا كيف أصبح هذا الشعاع بالنسبة إلى هذا المستقيم، أصبح شعاع توجيه له. شعاع التوجيه هو نفسه أن هذه علاقة موجودة بين المستقيم والمستوي، لما يكون متعامدين سيعطي بعضهم البعض أشعة، إذا كان توجيه يعطي له المستوي يصبح ناظمي والعكس صحيح. إذن ومنه ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا مثلا نقطة أم هذه، يصبح هذا الشعاع نقطة أم، هذا الشعاع وهذا كيف مرتبطان خطيا. ما معنى مرتبطان خطيا؟ معنى هكذا، معنى أوميجا أم يساوينا تي في أن، لأنه مرتبطان خطيا. أو كا، بعد الحساب قوموا بالتعويض أنتم، ستجدون هذا هو التمثيل الوسيطي. ماذا تصبح هكذا؟ لأن أوميجا أنتم عندكم إحداثيها قد استخرجناها من قبل، ها هي أمامكم، ها هي تصبح يعني ماذا؟ تصبح x ناقص 0 و y زائد 1 و z ناقص 3 يساوينا t في n، وn هو عندكم، هو عندكم في التمرين، ها هو أمامكم ربما نسيناه، n يساوينا 2 ناقص 3 1، n يساوينا قلت 2 ناقص 3 1، 2 ناقص 3 1، وأكمل الحساب سينتج مباشرة عندكم التمثيل الوسيطي كما هو مبين فيه، حيث T هو عدد حقيقي وسيط. الآن عين معادلة، عين طبيعة وخصائص تقاطع المستوي ABC وسطح الكرة. لاحظوا أنا قمت الآن هنا، لاحظوا جيدا، سنقوم بعملية المهل حتى يتسلل لنا الشرح الجيد. دائما نستعمل الكراس والورقة، كراس وقلم لكتابة الأجوبة حتى تفهموا جيدا. لاحظوا قمنا بحساب بعد النقطة دي أوميجا عن المستوي ABC اللي هو هذا، هو هذا مركز سطح الكرة، وجدناه كم؟ لاحظوا قمنا بحسابه، وجدناه 5 في جذر 14 على 14. لاحظوا وجدناه 5 في جذر 14 على 14، هذه المسافة. ونصف القطر كم وجدناه لهذه سطح الكرة؟ هذا كم وجدناه؟ هذا وجدناه 5. وهذا البعد الذي قمنا بحسابه وجدناه كم؟ 5 في جذر 14 على 14. لو تلاحظون إلى هذه المسافة هي ماذا؟ هي أكبر من هذه المسافة. لاحظوا نعم هي أكبر منها. إذا كانت أكبر منها فأن المستوي هذا ABC يصبح يقطع هذا سطح الكرة الذي أشير إليه في دائرة، ها هي الدائرة التي أصبح يقطعها، لهذا هذه يقطعها وفق دائرة صفتها. الآن كيف يمكن لي أن أعين لها نصف القطر والمركز؟ لاحظوا جيدا، نصف القطر نستنتجه بنظرية، نظرية فيثاغورس. لاحظوا هذا المثلث أمامكم كيف هو، هو قائم، وانتبهوا جيدا أنا أشرحه هنا. لاحظوا ماذا نقول، هذا هو، هذا الذي أشير إليه، هذا هو، هو نصف قطر هذه الدائرة. ماذا يعطينا؟ R كبير هو هذا الوتر، يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا D مربع زائد R مربع، حسب نظرية فيثاغور هذا مربع يساوي هذا مربع زائد هذا مربع. وها هي أمامكم، ها هي أمامكم العملية، يخرج R، ها هي قمنا بتعويض هذه القيمة وهذه القيمة فوجدنا هذه هي القيمة. نأتي إلى المركز،
المركز، ما هو المركز؟ ننتبه جيدا. المركز مركزها هو ناتج عن ماذا؟ ها هو دلتا، هذا هو الدلتا الذي يشمل ماذا؟ أقول سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الفهم. لاحظوا فقط، لاحظوا، هذه أسئلة شائعة أكثر إلى الشعب الرياضيات وما أشبه ذلك. لاحظوا، ها هي دلتا، هذا دلتا يشمل ماذا؟ يشمل أوميجا، لأن قمنا بحساب، ها هو أمامكم، ويتقاطع مع المستوي A B C في نقطة نسميها ماذا؟ نسميها أوميجا فتحة. لو تلاحظون هي تقاطع ماذا؟ هذه النقطة ناتجة عن تقاطع، تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستوي، مع المستوي A B C. لإيجادها بكل بساطة نأتي بالتمثيل الوسيطي، هذا هو تقاطع ماذا؟ مستوي A B C. A B C ما هي معادلته؟ ها هي أمامكم، ها هي أمامكم للتذكير فقط، ها هي أمامكم، هي 2 x ناقص 3 y زائد z ناقص 1. 3 x 2 x ناقص 3 y زائد z ناقص 1 يساوي الصفر. ماذا نفعل؟ نأتي بهذه القيم هنا وأعوض كل قيمة بما يساوي